أجزاء الشوط الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، خيرة الأشواط، خلاصة الأشواط، نقوة الأشواط، انطلق هذا الشوط القمة. يا سلام يا سلام، المركز الأول لمن مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول، فيكتوري سالم بن سعيد المخمري على مقدمة الشوط. يا المخمري روح روح في هذا الشوط القمة. المركز الثاني مخرجنا، عطني المركز الثاني، عطني المركز الثاني اللي تصل وتنطلق المتحدة وتعود ملكيتها كاظم بن علي بن كاظم، وتليها الدوحة جابر بن متعب الملخص، ودخول دخول العنود عبد الله بن عبد الهادي آل فهيد الهاجري. يا سلام، ما زالت فكتوزي سالم بن سعيد المخمري. يا سالم روح الشوط الأول، ولكن وصلت العنود، العنود العنود تتسلل تتقدم، والدوحة جابر بن متعب منخس اللحظات الحاسمة. الشوط الأول الرئيسي، فكتوزي فكتوزي سالم بن سعيد المخمري. يا سلام يا سالم، ولكن الدوحة 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 تتسلل أيها الأعزاء، تنتزع الشوط انتزاعا. جابر بن متعب منخس الكيلو الأخير، 500 متر أخيرة بن منخس والأقرب للفوز مع الدوحة. يا سلام يا الدوحة تنتزع أيها الأعزاء هذا الشوط القمة، هذا الشوط الرئيسي. سلام المنخس، سلام سلام لهذا الشعار، سلام يا سلام يا سلام. الدوحة لجابر بن متعب المنخس، تنتزع أول الأشواط، تنتزع خيرة الأشواط، الشوط القمة مع شعار المنخس، ويتجه هذا الشوط إلى عزبة المنخس. تهانينا 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 القلبية لمالك الدوحة جابر بن متعب المنخس المري على هذا الفوز المستحق، وعلى هذا التقدم، وعلى هذه الصدارة. خط النهاية يرحب بهذا القدوم. تهانينا تهانينا لحظات الوصول، لحظات وصول الدوحة إلى خط النهاية المركز الثاني أيها الأعزاء. ومن تصل اللي ما قصرت، العنود لعبد الله بن عبد الهادي آل فهيد الهاجري المركز الثالث، وصلت فكتوزي سالم بن سعيد المخمري المركز الرابع، المركز الرابع الشاهينية لسعود بن مانع الخوار، وخامس المراكز المركز الخامس ضجة لسعيد بن محمد السومالي المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء في هذا الشوط القمة، في هذا الشوط القوي، في هذا الشوط المثير. كانت فكتوزي هي المتصدرة، ولكن وصلت العنود لعبد الله بن عبد الهادي آل فهيد الهاجري، أو وصلت أيها الأعزاء الدوحة لتنتزع هذا الشوط. التوقيت الزمني توقيت قوي للغاية، دقيقتين 11 ثانية، ستة أجزاء من الثانية، توقيت ممتاز للغاية. تهانينا لمالك الدوحة، وتهانينا لجابر بن متعب المنخس المري على هذا الفوز، فوز الدوحة وانتزاعها لأول أشواط هذه الفترة الصباحية في هذا السباق المحلي الثالث. المركز الثاني تصل فيه العنود، وتوقيتها دقيقتين 14 ثانية، تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن عبد الهادي آل فهيد الهاجري على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث تصل فيه فكتوزي، وتوقيتها دقيقتين 15 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لسالم بن سعيد المخمري، من كانت متصدرة أول أشواط وأول الانطلاقات عندما انطلقنا، كانت هي المتصدرة.